فعشان نتخلص من الآفة دي آفة إدمان المكافآت وبالذات في العبادات في العبادات محتاجين نفهم بشكل واضح وصحيح مفهوم الحسنات ومفهوم مضاعفة الأجور ونعرف إن ربنا جعل هناك ثلاث معاني إن ربنا بيعطينا حسنات عشان يبين لنا إن هو بيعملنا معاملة الفضل مش معاملة العدل أنت مش مستحق هذا ليس عقد هي دي بزنس العلاقات بقى إن بزنس أنا دفعت العمل الصالح لازم اخد الثواب لا انت بتعمل العمل الصالح لانك عبد وما ينفعش العبد غير يعمل العمل الصالح الحسن اللي بيديه لك ربنا بقى دي مكافاه من عند الله ده عطيه من عند الله وما فيش حاجه توجب عليه مش واجب على الله حتى ان هو يدي لك اي شيء ولذلك هوصلك واعطيك الاجر يبقى ربنا بيقول له انا بعطيك الاجر وبدخلك الجنه عشان تاتيني عشان تراني انني احسن اليك واعطيك الثواب تاني حاجه لازم تفهمها إن سبحانه وتعالى إذا أراد إن إن هو يقربك منه أن إن هو يريد أن يقول لك إن هو يريد محبتك ويبذل لك الخير لعلك لما يحصل لك ده تتعلق بالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لما قال فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف عشان يقول لك إن سبحانه وتعالى أحرص على لقائك هو بيحبك وهو يريدك أن تلقاه فتريد يريدك أن تلقاه فيعلق قلبك به فربنا سبحانه وتعالى بيفعل ده عشان يبين لك إنه, إنه سبحانه وتعالى أشد إقبالا عليك منك ولذلك الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه يبقى إيه؟ فحب الله سبحانه وتعالى ماله كان قبل حبك فالله هو الأول في الحب حاجة الثالثة إن الحسنات سلوى يسلينا الله سبحانه وتعالى بها حتى نلقاه يعني يبعت لنا الحسنه عشان ايه؟ حاجه كده زي ما بيقولوا كده وكانها حاجه من عنده، فحاجه من عنده فنحس فيها بالنفحه، بريحه الجنه، فاللي حاسس انه في الدنيا ومحبوس عن لقاء الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يسليه عن لقائه الاعظم في الجنه ان هو ايه اللي حاصل؟ يبعت له يرسل له سبحانه وتعالى رسائل زي الثواب واليقين بالجنه وبالاجر عشان يتسلى ان ان الله وكانها وعد. يأكد له على وعد اللقاء إن هو سيلقاه ويكون دوت اللقاء الأجل مع مولانا سبحانه وتعالى الحبيب الأجل سبحانه وتعالى فإذا كنت في الحقيقة مريد لرمضان عشان يبقى عندك رصيد فده يعمل لك رشاوة فالصحيح أن أنت يجب أن تكون مريد لرمضان لأن الله فتح أبواب الجنة فيه لكي تلقى رب العبيد ولا شك أن ربنا لما فتح أبواب الجنة فتح أبواب اللقاء فهو سبحانه وتعالى يريد ان تلقاه ولذلك ليله القدر مكتوب عليها سلام هي حتى مطلع الفجر فالسلام هنا بيجي عشان بمعنى السلام عند اللقاء عند لقاء الله سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يرقونه سلام واحنا في حلقات العتق من النار من نار النفس كان هدفنا نتخلص من افات عشان نوصل للميلاد الجديد مع الله وبعد ما فهمنا مساله الحسنات ومضاعفه الاجور وانها محض فضل من ربنا سبحانه وتعالى هيوصله لنا عشان يبني سبحانه وتعالى ايه اللي حاصل؟ يستوي عندنا المنع والعطاء وده بسميه ان احنا بنوصل لاعلى من فكره النتيجه وهي نتيجه النتيجه. ولذلك فلو احنا قدرنا نعيش بسلام الغرق في الفضل وسلام حسن التدبير زي ما ذكرنا في حلقه العلاج من افه سهوله التصدع هنوصل لاننا نتيقن من ان تدبير الله لنا محكم فلازم نرضى وده هيظهر عندنا في تساوي المنع والعطاء والرضا اللي بيخلي قلوبنا دايما صافيه وحاسه وتذوق حلاوه قرب الله ولما يحصل لنا بقى القناعه والرضا عن ان الله سبحانه وتعالى مدبر كل امورنا والقناعه بان حياتنا كلها متقنه في كل شيء وفي كل تفاصيلها اللي حاصل نحيا بقدر الله وحاسين بان ربنا سبحانه وتعالى زرع السلام في قلوبنا فرزقنا بقدر لكن في كل في ناس بتفهم بقدر بمعنى ان ربنا ضيق عليها الرزق لكن احنا بنفهم بقدر اي ان الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء في بعين اللطف وبعين الكرم وعشان كده قلت للناس ان ضيق الرزق من قصر النظر فربنا رزق واعطاء واسع لكن المعنى الصحيح لان إن الله سبحانه وتعالى قدر علينا إنه منضبط ومحكم وفي خير ونفع فالخير في العيش بفضل الله وإنك لا تعيش بإدمان المكافآت وإنك تتيقن من إن الله كل أقداره خير لك وإنك لا تملك من أمر رزقك شيء ولا من أمرك كله لأن الله يريد أن يسلمك من عناء أن تبحث ويسلم قلبك من نار هواك وأسوتك على نفسك ويخليك تعيش معاه سبحانه وتعالى تعالوا بقى نختم ده بالعيش في تجربة سلام الغرق في الفضل الله أول حاجة تعامل برشد مع مواردك لا تسرف لا في الشراء ولا في غيره واشتري اللي في حاجتك واستعمله بحكمة واحرص على الادخار لأن ده هيخليك تعرف قدر النعمة وحلاوة النعمة تاني حاجة لازم يكون عندك ورد من حمد الله سبحانه وتعالى فتحمد الله على الأقل مئة مرة وضروري جدا في هذه الليالي وخاصه في الليالي العشر ان احمد ربنا ده انت في ليالي ربنا ما ادالكش ليله ادالك عشر ليالي فاكرمك كرم ما بعده كرم فلازم تحمد الله سبحانه وتعالى وتحمد الله انه وفقك للطاعات سواء كان قيام ليل او قراءه قران او سده ارحام. ثالث حاجه وكل ما تفكر في المكافاه قول الدعاء ده اللي يخليك تدخل في سلام الغرق في فضل الله وانا بسمي الدعاء ده دعاء الإقرار بفضل الله، قول: يا سلام إني أقر لك بأنك أجريت علي فضلك، فاللهم لا تقطع عني فضلك وارزقني العيش بأنك أنت المتفضل علي على كل حال، وبهذا تخرج قلبي من كل الأوحال وتغرق قلبي في شهد الجمال، يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين